وعداله. هنالك بعض الامور التي تعد للمواطنين وللباحثين وللشخصيات التي ستقوم هذه الحراك هذا الحراك والذين سيتوجهون للسلطات التنفيذيه او التشريعيه. وكان لابد لنا نحن كقانونيين من ان نقدم لهم جرعات يستفيدون منها في مناقشه الدستور الذي سيقوم به المجلس التشريعي الذي سيتم تنفيذه في هذه الايام. من الامور الهامه التي يجب ان نتحدث فيها هو استقلال القضاء. ولا حياة بلا استقرار، ولا استقرار بلا قضاء، ولا قضاء بلا قانون. فطالما ولا قانون بلا قضاء، فإذا لم يكن هنالك قضاء لذيذ وقضاء مستقل استقلالا تاما من كل السلطات التنفيذية والتشريعية، فإننا نكون قد تجرعنا جرعات لا قبل لنا بها. فإذا لم يقم القضاء بواجبه بحرية وديمقراطية واستقلال، فنحن كل أمورنا ستدوم كل ما بذلناه من جهود فتضيع عباد. هنا مربط الفرس، هل هنالك استقلال في قضاء السودان؟ نحن نجيب اليوم وقد اجاب الزملاء بالامس القضاء انفسهم بانه ليس هنالك استقلال في القضاء، ونحن نقدم لهم هذه الندوه لاننا جمعنا فيها كل البحوث وكل الدساتير العالميه. طلعنا فيها على اكثر من 39 دستور عالمي من دساتير اسلاميه وعربيه وافريقيه، واكثر من 14 دستور في السودان من دساتير ثابته ودساتير مؤقته ودساتير مشاريع. ووجدنا ان استقلال القضاء لا بد من ان تفصل ابتداء ما هي السلطه القضائيه. هنالك ثلاث سلطات: السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه. السلطه التنفيذيه واجبها هو اداء مهامها وتوفير العيش الكريم للمواطن. والسلطة التنفيذية واجبها هي تنفيذ البرامج التي تقوم بتحريرها السلطة التشريعية. والسلطة التشريعية واجبها هو مراقبة ما يقوم به السلطة التنفيذية. أما السلطة القضائية فواجبها هو مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهنا نحن نقدم من خلال الدستور وقانون الهيئة القضائية وقانون فوضية الشؤون القضائية أن السلطة أن الدستور والقانون كلهم يشيروا إلى أن هنالك أن جسمي السلطة التنفيذية والتشريعية جاسمين على السلطة القضائية. وبدلا من ان تقوم السلطه القضائيه بمراقبه ادائهم ومراقبه اعمالهم، فهم يملون عليها وعلى السلطه القضائيه ما يودون تنفيذه. فالدستور ينص في مواده ان تعيين وعزل القضاء هو من سلطات رئيس الجمهوريه. ورئيس الجمهورية نحن نعرف أنه كان هو رئيس السلطة التنفيذية. وقانون الهيئة القضائية أيضا ينص في موادي على أن تعيين وعزل القضاء هو من واجب الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون وظيفة الشؤون القضائية. وأصبح القضاء هنا يجلسون في دراسة محدودة، ف
فيمكن ان تعينك سلطة وتعزيلك سلطة اخرى. هذا واحد. الامر الثاني هو ان السلطتين التنفيذية والتشريعية يتم تعيين لا يتم تعيينهم وانما يتم اختيارهم بالانتخاب. فان كانت السلطتين التنفيذية والتشريعية هما تحت رقابة الهيئة القضائية فمن الاولى ان تكون الهيئة القضائية او رئيس القضاء فيها لا يعينه رئيس الجمهورية او رئيس السلطة التنفيذية، لابد من انتخابه. وهذا امر نحن هذا الامر متعلق بالهيئة القضائية لانهم قد جربوا هذا الامر في الحكومة الانتقالية حكومة ثوار الدهب. فهل يرجعون الى ان تعين رئيس القضاء السلطة التنفيذية ام من الواجب ان يقوم الحكومة القضاء انفسهم باختيار رئيس قضائي؟ ونحن قد راجعنا دساتير العالم كلها ليس هنالك دستور واحد الى ان يتم تعيين رئيس القضاء يوافق السلطة التنفيذية الا ثلاثة دساتير ملكية قديمة، هو الدستور الافغاني ودستور المملكة المغربية ودستور الملك السنوسي ملك ليبيا سابقا. اما بقية الدساتير العالمية فهي اما تعيين رئيس القضاء الى القانون او ان يتم انتخابه بواسطة البرلمان. وهذا امر مهم يهمنا نحن كسودانيين ان تكون الهيئة القضائية مستقلة تماما، مستقلة في ادائها، مستقلة في ميزانياتها، مستقلة في احكامها، مستقلة في حركتها. والا نحن سنواجه امورا صعبة اذا استمر تعيين القضاء بواسطة السلطة. وبرجوعنا الى هذا المحامي ابو العباس وبين الشؤون القضائيه نجد ان السلطتين التنفيذيه والتشريعيه جاثمتين على صدر السلطه القضائيه. وهنالك هذا القانون بالرغم من انه يتعلق بالسلطه القضائيه الا اننا لا نجد ان القضاه يتحكمون في هذا الامر. قانون السلطة القضائية فقط يتكون من رئيس القضاء وثلاثة قضاة منهم اثنان نواب من نوابه، وهنالك وزير المالية وهو سلطة تنفيذية، وهنالك وزير العدل وهو سلطة تنفيذية، وهنالك أيضا عندما رجعنا إلى هذا القانون كان القانون في قبل سنة 2012 يتم تعيين رئيس المحكمة العليا من الولايات الجنوبية عضوا، ويتم تعيين مستشار الولايات عضوا، ويتم تعيين مستشار المجلس الوطني عضوا، ويتم تعيين الحضور المميز بيننا العباسيين عميد كلية القانون عضوا، واثنين من نقابة المحامين احدهما من الجنوب والاخر من الشمال. هذا وفوق ذلك يتم هنالك تعيين ثلاثة من ذوي الخبرة. هذا القانون لا يحدد من هم الثلاثة من ذوي الخبرة، هل هو قانوني أو أي شخص آخر؟ لأننا إذا تركنا هذا الأمر على عواهنه فإن السلطة التنفيذية يمكنها أن تعين ضابطا أو حافظا أو حاسبا أو مراجعا أو أي شخص آخر ما بقى لديه الخبرة. لذا من واجبنا نحن أن ندفع الهيئة القضائية أن تقوم جمعيتها في تحريك هذا الأمر، لأن الدستور في مواده يتيح فرصة لكل في الإشاني، فالمراجع العام يقوم
تقوم المراجعة العام ب خارج المحلوف وأرشف للغاية الرئيس الأمريكي السابق المتطلبات في الدستور الشرطة تقدم وهكذا لكن الفرق لذا من مهيئنا التي عبرت للهيئة القضائية بكل تأكيد خارج أيضا بعد الفرق هذا خارج جمعيتها العمومية والتحقيق ما كانت تلخص في أن يكون القضاء استقلال القضاء هو عن طريق الانتخاب بواسطة الهيئة التشريعية نفسها أو بواسطة البرلمان أو غيره ولكن لا يترك الأمر على هذا واحد بالأمس عندما تعمد القضاء طالبوا باستعجال المحاكمات ونحن حتى الآن نحمل النائب العام المكلف بتأخير هذه الإجراءات لأن هنالك قانون موجود وأموال تم القبض عليها حسب الإعلام الموجود فإن كانت هذه الأموال المحجوز وتم قبضها في أو تحريزها في منازل أو أماكن عمل المسؤولين إننا قبل هذه الثورة كان هنالك نفس القانون موجود من يتم القبض عليه في وهو يحوز أكثر من مليار جنيه يتم محاكمته في اليوم التالي ونحن هذه القضايا قضايا جاهزة لا تحتاج إلى تحقيق أو تحل بل إن حتى مواد هذا القانون لا تبرر لا تسمح بتقرير وجود هذه المبالغ في قيادة المسؤولين لذا على المجلس الانتقالي العسكري الانتقالي أن يوجه فورا النائب العام المكلف بتحريك القضايا المستعجلة والتي لا تحتاج المجلس الانتقالي العسكري الانتقالي ان يقوم بتعيين نائب عام او تعيين نفس النائب العام المكلف حتى يتم تحقيق الاجراءات الامر الاخر نحن حتى الان هنالك عدد من الضحايا وهنالك اولياء دم رغم الاخبار بان هنالك تحقيق وتحريات حول هذا الامر قبل الثوره او قبل انحياز القوات المسلحه للثوار هنالك عدد من الضحايا واولياء الامر لم نسمع حتى الان وان هنالك بلاغات جاهزه منها بلاغ الاستاذ محمد خير في كسرى قد تم التحقيق والتحري فيه لماذا لم تقدم هذه القضايا حتى الان امام المحاكم نحن ايضا نحمل النائب العام المكلف بتعطيل هذه الاجراءات والا عليه ان يقوم بتحريكها فورا واستدعاء اولياء الدم لمعرفه اسباب تأخير أو تأجيل هذه القضايا هذا فيما يتعلق باستقلال القضاء والقضايا التي لا زالت موجودة في حيازة النائب العام نحن لا نود من النائب العام أن يعمل بنفس العقد السابق في القضايا الأخرى لأن القضايا الأخرى التي يحقق فيها تحتاج إلى وقت وزمن ومضيعة من الزمن فنحن لا نود أن يضيع الزمن فيما يتعلق بحرية التعبير هذا أمر مهم جدا أن ينص عليه في داخل الدستور لأن الدستور في جميع الدساتير الموجودة في السودان حتى الآن لا تحقق أو لا تكفل للمواطن حرية التعبير ولأن النص الدستوري الموجود يحيل حرية التعبير إلى القانون والقانون السائد الآن هو قانون الإجراءات الجنائية في المادة 127 منه أي مسؤول موجود في الدولة إذا النص الموجود في هذا القانون أن أي ممارسة لحرية التعبير
إذا رفض المسؤول أو القائم بأعمال منطقة معينة أن لا يمارس هذا الحق في منطقته فيحجر هذا الحق. إذن ما نص عليه الدستور سلب بالقانون. ولكم أن تعلموا جيدا أن حرية الرأي تختلف تماما عن حرية التعبير. حرية الرأي كما هو معلوم لدينا على الكافة أنك كمواطن تقول أنا عاوز أعبر عن رأيي، يبقى حرية الرأي ابتداء. حرية الرأي هذه تنشر في الجرائد، ونحن نعلم أن الآن أكثر من 30 جريدة وفي كل جريدة أكثر من 20 عمود، والجريدة اللي ب 15 جنيه لا يستطيع مواطن أن يعرف الآراء الموجودة فيها. هذا أمر واحد. الأمر الآخر أن حرية التعبير تأتي بعد حرية الرأي، فأنت ترفع أمرك إلى المسؤول وتطالبه وتقدم له رأيك، وهذا المسؤول لا ينفذ رأيك، فكيف لك أن تحرك هذا الرأي؟ حرية التعبير اختلاف عن رؤية عن حرية الرأي هي حرية متحركة، هي حرية الإضراب والاعتصام وتسيير المواكب والمظاهرات والندوات والاجتماعات والاعتصام. والآن أصبحت حرية جديدة هي الوقفات الاحتجاجية. هذه الحريات حرية التعبير إن لم يتم عليها نص متكامل داخل الدستور فإن أي دستور موجود لن يسند حقكم في هذا الأمر، لأن القانون الذي يسنه المشرعون دائما لا يرجع إلى الدستور، رغم وجود سابقة قضائية موجودة من مولانا صلاح حسن في قضية الحزب الشيوعي أن القانون يجب أن لا يسلب الحق الدستوري ولا يجهده. ورغما عن ذلك هذه السابقة رغم أنها تقريبا في حوالي 67 أو 68 عندما تم النص في قانون 83 لم تراجع يراجع هذا القانون هذه السابقة حتى لا يقع في هذا الفخ. عليه نحن نشد من إذر الذين يتحركون للهيئة التشريعية أن يتم النص داخل أن يتم النص الموضوعي والإجرائي داخل النص الدستوري. فهنالك كثير من الدساتير منها الدستور المصري. الدستور المصري ينص على أن حرية التعبير عند ممارسة حرية التعبير أن لا تكون الشرطة متواجدة في مكان تمارس هذه الحرية. ونحن الآن نعرف جيدا أنك عندما تود أن تسير موكبا أو مظاهرة أو ممارسة لأي حق حق تعبير ستجد الشرطة ولا تجد من يمارسون معك هذا الحق. هناك أيضا القانون الهندي ينص على أن أي ممارسة تعبير بدون حمل أسلحة أو عصي لا تحتاج لإذن على الإطلاق. فالممارسات التي مارسها هؤلاء الشباب طوال الفترة الخمسة أشهر السابقة كانت ممارسات سلمية، ورغم عن ذلك تعدى عليهم النظام السابق وتعدى عليهم الشرطة وهم لا يحتاجون الإذن وفق الدساتير الموجودة العالمية الموجودة. ونحن الآن في طريقنا إلى القيام بوضع دستور لابد من أن نشد على أن هذا النص يجب أن يكون داخل الدستور وأن لا ينص لا يصدر أي قانون يسلب هذا الحق. نحن إلى في هذا الأمر نحن نهني الشباب على وقفاتهم الاحتجاجية، ونحن نهني الشباب الذين قاموا بهذا الحراك. ورغم أننا قد حضرنا عددا من الممارسات الثورات إلا أن مثل هذه الثورة لم تقابلنا ولم تقابل العالم على الإطلاق. هذه ثورة تستحق التشييد، وهذه ثورة تحق السند. لذا نحن نبذل كل جهودنا لدعم هذه الثورة حتى لا تجهد مجهودها.
وما بذلوه من دماء غالية ونفيسة. ونحن من كنا ولا نزال نقف مع هذه الثورة وهذا الحراك. ويجب أن يتحرك المواطنون لتنفيذ أو تشريع دستوري متكامل لا نقص فيه. يجب أن يتحرك المواطنون جميعهم بضرورة استقلال القضاء. يجب أن يتحرك المواطنون جميعهم بتقديم من وجدت في حيازتهم أموال أن يقدموا للمحاكمة قضا، لأن هذه الأموال قد وجدت في حرزهم وقد حكم من قبلهم المواطنون. من يوجد في حرزه مليار دولار يحاكم ثاني يوم وتصادر أمواله. ولماذا حتى الآن هذه الأموال في حيازة المركز المجلس مش المجلس المركزي، هم قالوا البنك المركزي. البنك المركزي ما هو سلطة قضائية عشان أنت تحرز فيها أموال. لابد من صدور، إذا كانت هنالك مصادرة، المصادرة إما أن تتم عن طريق هيئة القضائية أو أن تتم بمرسوم من المجلس الانتقالي المجلس العسكري الانتقالي. أما النائب العام فإن وضعه هذه الأموال لا مبرر له وتعطيل هذه الإجراءات. وأن تقدم الآن أن يعلن النائب العام المكلف كل أولياء الدم بتقديم طلباتهم لتحريك الإجراءات، لأننا لا نحتاج منذ الآن لا نحتاج إلى تحريك أو تحقيق إضافي غير الذي تم. وأن يقدم جميع المسؤولين حتى وزراء الداخلية اللي كانوا موجودين في ظل النظام السابق يجب أن يتم التحري والتحقيق معهم. وشكرا جزيلا. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. لو في أي تعقيب ولا في أي استفسار للأستاذ المحامي أبو العباس، لو فيها عمر برضو في الباحثين السودانيين لايف، لو في أي أسئلة حول موضوع المحاضرة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد عوض الكريم محمد، أستاذ جامعي. في جزء من بداية المحاضرة تكلم الأستاذ بطريقة مرتبة عن كيفية تعيين رئيس القضاء، فاللي هو لأنه رئيس القضاء يتداخل مع السلطة التشريعية ويتداخل مع السلطة التنفيذية وهي سلطة مستقلة. فأتمنى أن يوضح لنا أكثر كيفية اختيار رئيس القضاء في مثل هذه المراحل. شكرا. ألو. شكرا يا دكتور، نبهتني لحاجة عامة جدا جدا. أنا هنا وضحت للأخوة الذين سيتحركون إلى المجلس التشريعي الذي سيتم تعيينه على أن يوكل لكل جهة من الجهات تحديد متطلباتها. فأنا ذكرت أن الهيئة القضائية أن تجتمع جمعيتها العمومية وتقرر، هي التي تقرر ما إن كانت ترقب في التعيين أو كانت ترقب في الانتخاب، لأنهم لديهم تجربة في التعيين ولديهم تجربة في الحكومة الانتقالية حكومة ثوار الدهب في الاختيار. وهذا الأمر أيضا الجهة أنا ذكرت قلت الجيش يكتب متطلباته، الشرطة تكتب متطلباته والقصور اللي حصل فيها. وأنا ذكرت الانتخاب في بعض الدول الاشتراكية، القاضي في القرية يتم اختياره عن طريق الانتخاب. بعض الدول بتم الاختيار عن طريق القانون. نحن أنا ذكرت قلت ما وجدنا في دساتير العالم تعيين رئيس القضاء إلا ثلاثة دساتير ملكية قديمة. لذا نحن يجب أن نتحرر من هذه الدساتير القديمة. يجب على الهيئة القضائية أن تحدد موقفها
وأن تحدد الانتخاب هل يتم عن طريق جمعيتها العمومية، وهل يتم انتخاب قضاء في كل درجة من الدرجات يتم انتخابهم، أم يتم انتخابهم عن طريق انتخاب رئيس القضاء عن طريق الهيئة البرلمانية. فإما أن يتم، وهذا الأمر معلق في رقاب القضاء، ونحن نشد على أذرهم. وأنا أعلم جيدا رغم عدم استقلال القضاء إلا أن هنالك عدد من القضاء أو قضاء، نحن جميع القضاء نحن نعلم جيدا أنهم في أدائهم مستقلون، ولكن نحن نذكرهم ونؤكد لهم أن الجسمين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قابعين على السلطة القضائية، رغم أن السلطة القضائية هي التي تقوم بالرقابة عليهم وعلى أدائهم. هذا أمر واحد. ومن الأمثلة على ذلك أن أمثلة السلطة التنفيذية تود أن تمرر بعض واجباتها، عندما تعجز تمرر بعض واجباتها أو بعض مهماتها على السلطة القضائية، هو منشور المتعلق بتسجيلات الأراضي. هذا المنشور ما مسؤولية الهيئة القضائية. الهيئة القضائية ما بتجمع لكم قروش. انتوا كونكم تعملوا منشور من السلطة التنفيذية تقولوا أن الهيئة القضائية تلزم المواطن في التوثيقات بتاعته أنه يجي ويودع قروش، ده ما عملها هي. هي ما جابية أموال، وده موضوع بيتعلق بالسلطة التنفيذية، تحيله إلى السلطة القضائية عشان تقوي من موقفها. هذا أمر من الأمور. شكرا يا دكتور. شكرا يا أستاذ. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. طيب عندنا سؤال يا أستاذ، من يملك الأرض في السودان؟ الأرض، أنت تتكلم عن الأرض السكنية، الأرض، لأن الأراضي وفق قانون الشرعين أي أراضي في قانون 77، أي أراضي لم يتم ملكها حر، لم يتم تنزيلها قبل قانون الشرعين مملوكة للدولة، وأي أراضي بعد قانون الشرعين لا أي نزاع في الدولة لا يمكن قبوله. قبل قانون 70 دية كنا نرفع عن أي مواطن عنده إذا تملك أرض مدة 20 سنة في مواجهة الدولة يتم تسجيلها في اسمه، وأي أرض في مواجهة مواطن تمت 10 سنوات يتم في اسمه. ولكن بعد قانون 70 جميع الأراضي أصبحت في حيازة الدولة، وأصبحت الأراضي مملوكة للدولة. وأنا أقول لكم بوضوح أن الأراضي وفق القانون الموجود الحالي ده، الأراضي هي الأصل فيها الاستثمار، والاستثناء فيها هو التوزيع أو تخصيص أراضي سكنية أو أراضي صناعية أو أراضي زراعية. لذا هنا اختلط الأمر كثيرا على كثير من المواطنين، أنهم يحوزون أراضي في مواجهة الدولة، والدولة تنازعهم فيها وتنزعها منهم، وهذا أمر يجب أيضا أن تتولاه السلطة التشريعية. ما إن كان من حق المواطن أن يحوز أرض في مواجهة الدولة أم لا، هذا من السلطة التشريعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر القانون السوداني والقضاء السوداني والرجل السوداني، لأنه اكتشفت أمانته واكتشفت الدول البرة في قصة الراعي. ونحن نتمنى أن الرجل السوداني يجد حظه في الحكومة القادمة، والمرأة تجد حظها. وأنا بالنسبة للفساد اتكلم عن إثبات الهوية، أي زول يكون عنده إثبات هوية. بالنسبة للزراعة والأراضي يكون عندنا حصاد المياه. بالنسبة للخطة الإسكانية يكون عشوائي ما في، يكون أي زول يملك أرض بشهادة بحث نسبة للمشاكل والفساد.
طيب في سؤال ثاني يا استاذ، هل يجوز للسلطه الانتقاليه وضع دستور دائم للبلاد؟ لا، السلطة الانتقالية، أنت تقصد الحكومة الانتقالية ولا السلطة الحكومة الانتقالية المجلس العسكري ده ولا الحكومة اللي نحن منتظرين النادي؟ الحكومة المدنية. هو أساسا الحكومة الانتقالية دائما دورها هو وضع التشريع ووضع دستور، لأنه هسه نحن لعلمكم نحن هسه كم 60 سنة الماضية دي ما عندنا دستور سابق، لأنه نحن هسه بنكتب دستور، مثلا دستور 2005 ده، دستور 2005 ده لما تم إنشاؤه في سنة 2005 رغم نصوصه القانونية كانت نصوص سليمة وتتماشى مع الدساتير العالمية، إلا أنه تنكب في نص واحد، أنه نزع هذا النص الواحد، نزع منه صفة الدستورية أو الدستور، هو النص اللي كان متعلق باتفاقية نيفاشا. كان هنالك نص أنه أي نص دستوري يخالف اتفاقية نيفاشا يستسري اتفاقية نيفاشا. هذا أمر خطير جدا جدا، وعليه نحن الآن لا نود أن يكون هنالك دستور انتقالي أو مشروع دستور أو دستور، وحتى كلمة دائم لا يجوز في الدساتير أن تكتب دستور الدائم، لأنه الدستور واحد، لما أنت تكتب الدستور الدائم معناه في دستور تاني خفي. نحن ما دارين حاجة اسمها الدستور الدائم، نحن عاوزين الدستور. عليه نحن نطالب بأن يكون هنالك دستور متكامل، ونحن نثق جيدا في الشباب الذين قاموا بتحريك هذه الثورة، وهذه الثورة إذا لم يكن هنالك قضاء قانون وقضاء لن يكون هنالك دولة. أي سؤال تاني؟ تفضل تفضل، تعال تعال قرب 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 المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. عصام عبد القادر، بالنسبة لعقود العقد بتاع الاستثمار، عقودات الاستثمار، هل الحكومة الانتقالية سيعدل العقودات؟ مثلا عقد الراجحي 99 عام، هل بيتعدل أم بيكون في 99 عام؟ عقودات الأراضي الزراعية، الاستثمارات بصورة عامة الأجنبية، هو طبعا على حسب نوعية، يعني حسب نوعية العقد أو شكل العقد، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه هسه في اتهام أنه في عقود إذا عملت بصورة فيها بطلان من ابتداء، ولذلك العقودات اللي تمت بموجب هذه هذه الاستثمارات ما اطلعت عليها، لكن أي شخص مطلع على هذه العقودات يجب أن يمد المواطنين بالحقيقة هذه العقودات، هل هي عقودات سليمة أو عقودات وهمية أو عقودات صورية. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. أما بالنسبة لإلقاء العقودات دي، الإلقاء إما أن يتم عن طريق جهة إدارية إذا كانت الجهة الإدارية أساسا قالت أنا ما عملت العقودات دي، أو جهة قضائية تراجع هذا الأمر. أنا ما جاوبت على الجزء الثاني ده، وأجاوبته بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاسم محمد محسن محمد، خريج جامعة. نحن حقيقة في حاجة إلى مشروع دستوري ديمقراطي يزيل دولة الكيزان إزالة تامة، ويعالج آثارها بتحقيق دولة العدالة الاجتماعية، وإزالة دولة الحرب والصراع، وسيادة حكم الدستور والقانون، واستقلالية القضاء، وفيدرالية
في المؤسسات. وأنا حقيقة بناشد كل العلماء والباحثين في السودان إنه يهتموا بتعزيز العقل العملي في السودان. بعد هذه الثورة أين دارين حكومة مدنية ديمقراطية بحتة؟ إن شاء الله بإذن الله ربنا ينصرنا ومنصورين. طيب الحكومة المدنية الديمقراطية أعمالها يجب أن تكون في الآتي: إزالة الدولة الكيزانية العميقة، وتطوير البنية التحتية. احنا دايرين رئيس زي رئيس كوريا يطور البلد، يكون من الشباب الثوري، صناعات حديثة، وتطوير الخدمات وتأهيل التعليم والصحة. وشكرا. هذا هو ما نتطلبه من الشباب، أنه الشكل هذا الشكل هو المطلوب، أنه شنو اللي يكون في الدستور. وده الدور اللي هسه قايم بيقول الباحثين، كل الباحثين اللي بيقدموا محاضراتهم وندواتهم هم بيقدموا لكم ما يرقبون فيه ان يكون في الدساتير. فمن ضمن الامور الهامه هي البحث في قانون الانتخابات وقانون الاحزاب. لابد من ان قانون الاحزاب ان يكون قانون متكامل، بحيث يحدد منو الشخص اللي مارس السياسه في يوم من الايام في الدوله، واجهد حق المواطنين ونزح حقوقهم وحاز كل ممتلكاتهم وغير ذلك. هذه الامور يجب ان يتم البحث فيها داخل قانون الاحزاب. ايضا في قانون الانتخابات لابد من ان يشار الى الفساد الموجود في اي شخص فاز او شخص في يوم من الايام ارتكب او اختلس او غيره من الامور، يجب ان لا يسمح له بالترشيح او الانتخاب. وهذا الامر يقودنا الى جزء هام جدا، وهو كيف معالجة الاختلاسات. الاختلاسات نحن في قانون سنة 74 كان في نص اسمه 351 ألف. النص ده 351 ألف ده إذا تم الاختلاس من الموظف ما بيسأل الموظف براه، يسأل الموظف والهرم كله لقاية أعلى درجة منه. ودي تم تطبيقها في قضية حريق المطبعة الحكومية حوالي 78 اللي شكل لها الرئيس السابق جعفر محمد نميري محكمة أول دولة في اختلاس 85 ألف جنيه في وقتها. أنا كنت عضو في هيئة دفاع أحد المتهمين، وتمت الموظف الذي قام بالتزوير والذي قام بالاختلاس وقام بالقش والخداع كله كان موظف في الدرجة كي، ولكن حكم هذا الموظف وحكم المراقب المالي. حتى أن هذه المحكمة أذكر على أنه كان رئيسها مولانا عبيد قسم الله، وعضوية النيل أبو قرون، وعضوية قاضي آخر اسمه عمر الصديق. ذكر القاضي في نهاية الحكم قال كان يجب أن يقدم مدير المطبعة الحكومية متهما في هذه القضية. نحن عاوزين هذا النص أن يتم تفعيله في القانون، والإخوة اللي حيمشوا على التشريع يجب عليهم من الآن أن يذكروا مثل هذه المواد، أنه إذا ما تم إذا أي جريمة تمت من موظف صغير يسأل منه كل الهرم حتى أعلى شخص. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامد أحمد داود خير الله. أولا نحن نتحدث عن دولة أساسها وقوامها القانون،
وفي الحكومة السابقة اللي هو حكومة الإنقاذ من 89 حتى 2019 القانون موجود اسميا، لكن في التطبيق الفعلي هنالك مفارقات. يعني القوانين فعلا هي موجودة، لكن لما نيجي التطبيق بيختلف من شخص لشخص آخر. بينطبق فيهم المثل بيقول إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الغوي تركوه. وإذا جينا مسكنا وتحدثنا عن الاختلاسات في المال العام اللي بتحصل في القانون الجنائي، يمكن أن تحصل العقوبة حتى الإعدام، لكن للأسف لم يتم محاسبة أي زول سرق في البلد دي. فنحن دارين إنه يكون هنالك محاسبة عادلة لكل الناس الذين أفسدوا في هذه البلد. ويا جماعة الفساد ده بجد ما دار له جهة إنه شنو تحديده، يعني هو واضح ومعروف، الأسس والحاجات موجودة، لكن ما طبقوا فيهم القانون. أين العدالة يا جماعة؟ العدالة دي الآن نحن دارين يعني سلطة قضائية فعلا مستقلة استقلال كامل في تطبيق القوانين والتشريع، وجزاكم الله خير. يا شباب، في بيكون تعليق تعقيب وفي سؤال. الزول لما نعمل تعقيب ما في سؤال، يعني ما الزول ما حيقدر يجاوب عليه المتحدث. ففي شاب هنا كان قدم سؤال، شكله حير يتزعل. يا اخي انت الحصه وطن، تعال يا اخي تعال. طيب اي سؤال تعال تفضل يا اخوان. دار اتكلم ودار اسال سؤال الاستاذ المحامي ابو العباس، يجي هنا قريب. اول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير كثير، افضت كثير جدا ووضحت كثير. سؤالي الاول بالنسبه للحكومه الانتقاليه، هل الاربع سنين كافيه لمراجعه كل دواوين الدوله وقوانينها ودستورها ووضع دستور دائم زي ما تفضلت، او هو زي ما بقول الدستور السوداني يعني بدون كلمه دائم؟ يعني دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، النظام في السابق عمل حوار وطني لما فيه عدد كبير جدا من الاحزاب الميليشيات المسلحه وكذا، هل وثيقه الحوار ممكن تؤخذ في الاعتبار، ولا برضو خلاص بعد تكون في مزبله التاريخ باعتبارها، ولا هل هي تجدد، ولا هي بعدها توضع من اول وجديد؟ علما بانه الاربع سنين يعني في الاول الناس كلها كانت زعلانه جدا، اربع سنين كثيره جدا جدا. الان لا، الكلام بقى فعلا انه الاربع سنين هي فيها تحدي لانه فيها مراجعه كامله. فدارين اجابه للحي. الاجابه على هذا السؤال امر معروف، ولكن بكل اسف زي ما تحدث الاخ قبل شويه اللي علق تعليق طويل حول القوانين وغيره، القوانين يجب ان تكون، القانون يجب ان يكون راسخ ويستمر فتره طويله. القانون عشان يتم تنفيذه يجب ان يتم تجريبه. ولكن نحن مما يؤسف له انه في السودان هنا القوانين في الفتره الماضيه كلها سواء كانت في حكومة نميري أو الحكومة الحالية، حتى أنه في بعض الحكومات السابقة أيضا أجهضت أعمال القضاء، نحن نعرف هذا الأمر. فالقوانين دي في قوانين ما بتحتاج إلى أوامر، حاجة اسمها أوامر مؤقتة. يعني القوانين المتعلقة بمعايش الناس وحياتهم وقوانين الجنائية وغيره وغيره ما بتحتاج لأنك تعمل لك فيها أمر مؤقت أو أمر مستعجل، أو القانون الهسه اللي ضربوا به الأولاد ديل اسمه طوارئ، ما بتحتاج إلى طوارئ. بكل أسف القوانين الحكومات السابقة كانت تصدر قوانين مؤقتة في أمور، أوامر مؤقتة في أمور لا تحتاج لأوامر مؤقتة. يعني مثل قبل شوية سألني عن قانون الاستثمار، قانون التحكيم صدر بأمر مؤقت، ما منو قال لك دارين هسه احنا مثلا نناقش التحكيم؟ قوانين سبتمبر كلها سنة 83 صدرت بأوامر مؤقتة من نميري، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون المدني، ما في كان بيحتاج لأي قانون ما تمت مناقشته وأخذ وقت كافي يجب أن لا يطرح كقانون. وهذا الأمر نحن منذ الآن، الدستور بيختلف عن القانون، الدستور بيجي كل أصحاب مؤسسة بيجي يقدموا خطتهم
وبعد ذاك السياقة القانونية بتكون مسؤولية القوانين. أما القوانين فهي سياقتها من مسؤولية الابتداء، مسؤولية القانونيين. فما يوسف له أنه حتى الآن في أمر مؤقت أصدر نميري في حوالي تقريبا 76 حاجة يسمى اتفاقية الدفاع المشترك بين جمهورية مصر والسودان. هذه الاتفاقية حتى الآن لم يتم إلقاء، لأن الناس ناسين أنه صدرت بأمر مؤقت، والأمر المؤقت ده بعد فترة إذا ما انت ألغيته حيظل قانون. فنحن منذ الآن أن الناس في إصدار قوانين عشان تثبت حقوق المواطنين يجب أن تأخذ فترة كافية وفترة من النقاش، ويسأل فيها كل أصحاب الاختصاص. ما تصدر قوانين عشان بكرة بعد بكرة تعمل لي فيها أمر مؤقت عشان تلغيه. سؤالك الثاني أيوة، الأربع سنوات أنا لا أستطيع أن أقول في هذا الأمر، لأن الأمر ده الآن في مشورة في اجتماع مغلق ما بين السلطة العسكرية الانتقالية والإخوة في الحوار. أما أمر الحوار الوطني ده هم مش بيقول لك أرمي قدام خلاص، نحن رامين قدام. تفضل تعال قريب. طيب السلام عليكم، شكرا للأستاذ المحامي لكل الأجوبة النموذجية قدمها في القوانين. أنا بسأل من حاجة واحدة، أنت تكلمت عن إنه يعني القوانين ظلت نميري في سبتمبر حاجة. هل القوانين الجهاز القضائي ده ما مستغل من الاستغلال لحد الآن؟ يعني هل القوانين بيصدروا مثلا زي نميري ونظروا العسكري؟ أنا بتكلم عن السلطات التشريعية، هل السلطة التشريعية ذاتها قاعد تكون فيها مثلا يعني محامين أو يعني أساس مهنيين في الشأن القانوني نفسه عشان يصدروا لنا قوانين؟ يعني وزارة العدل هي فوق الرئيس اللي بيجي بيحكم نفسه، دي الحاجة المعروفة. أنا بزال التشريع اللي يكون فيه ناس يعني قانونيين عشان يكون عندنا قانون سايد او عندنا قانون دائم، ما قانون مؤقت يصدره رئيس ولا يصدره ثاني. بس ده سؤالي. اخواننا نكرر شكرنا طبعا لاستاذ المحامي ابو العباس اللي هو تطوعا جاء قدم محاضرة لمجموعة مبادرة الباحثين السودانيين، وهو محامي مستقل قانوني مستقل وباحث، وهو بيقدم الان نصحه وتنويره للناس اللي بيعتقد انهم ممكن يمشوا المجلس التشريعي ويطلعوا القوانين الجديده والدساتير الجديده والى اخره. فما هو لا يمثل سلطه عشان الناس ممكن تطلب منه حاجه لها علاقه بالسلطه، فهو ناصح يعني. تفضل يا استاذ. الحقيقه انت سالت قلت لوزير العدل، انا زي ما قلت لك قبل شويه، القانونيين مهمتهم هي صياغة القوانين. يعني النائب العام وزير العدل هذا طبعا بقت الحكاية دي وزارة العدل، وزارة العدل مهمتها هي وضع مشروع الدستور القانون، وبترفع مشروع القانون إلى السلطة التنفيذية. إذا أجازته السلطة التنفيذية يذهب إلى السلطة التشريعية. السلطة التشريعية داخلة، هي داخلة في مؤسسات قانونية موجودة بيراجع هذه القوانين أو القانون أو التشريع اللي أنت قدمته الوحي اليوم من السلطة التنفيذية اللي هو من الحكومة. فإذا المجلس التشريعي ما أجاز هذا المشروع فيسقط المشروع. لكن احنا عندنا الإشكالية الكبرى قلت لك، هي الممارسة الدكتاتورية اللي مستمرة من كل الأنظمة المتعاقبة، أنها لأنه في نص واحد بيسمح لرئيس الجمهورية بأنه في حالة غياب المجلس التشريعي أو السلطة البرلمان في حالة غيابه أو في إجازة أنه هو يصدر أمر مؤقت في أمر المفترض الأمر ده يكون مستعجل. أنا قبل كده لما قامت قوانين سبتمبر أنا اعترضت على قوانين سبتمبر
وطبعا لما اعترضت يعني كتر خير ولا بتاع الامن اللي جاني في المكتب قال لي انا لقيت كلامك اكاديمي وكده وكده، ولكن تاني لا تمشي دقابة المحامين ولا دار المهندس ولا الاطباء ولا تجي دار القضاء، انت بس تمارس. قلت لهم يا جماعه القوانين دي ما المفروض تصدر باوامر مؤقته، لانه الاوامر المؤقته دي في الحاجات المستعجله. مستعجله زي شنو؟ مثلا كارثه حلت على منطقه معينه، وانا ضربت لهم مثل كان وقتها بالخيول اللي كانت في الشماليه وبالجرزانه اللي اسمه الفيران اللي جات مشروع الجزيره، دي ممكن يصدر بها امر مؤقت لاستنفار الناس. اما انك تصدر لك قانون بيتعلق بحق الناس اللي حيكون مستمر معاه مدى حياته، انت تجي تصدر بها امر مؤقت عشان تنفذ شيء في نفسك، قال ترى الاوامر المؤقته دي للشيء في نفس يعقوب زي ما بيقولوا. فالاوامر المؤقته دي يجب ان نرفضها تماما، انه ما تصدر اوامر مؤقته في التشريع، الاخوه الماشين للتشريع دين، انه ما تصدر اوامر مؤقته الا في امور مستعجله وضروريه، انه جاي اسمه شنو جيش من الخارج او جات كارثه او مثل هذه الامور. اما القوانين المتعلقه بالمواطن وحقوقه ما تصدر بها اوامر مؤقته. الله يبارك فيك. طيب لو في اي سؤال ممكن تكرر سؤالك، بس لانه ما كان سؤال كان تعقيبا. قولي سؤالك. أنا سؤالي في الحاجات المهمة، قلت لك السكن العشوائي فيه فساد بتاع مشاكل وفيه فساد بتاع خمور وحاجات كثيرة يعني. وبالنسبة للثانية إثبات الهوية، يعني في ناس كثيرة في الخرطوم ما عندها إثبات هوية ده، وأنا بقول الأراضي الزراعية يكون عندنا حصاد المياه والتخطيط للتنمية والزراعة. لا زي ما قال لك الاستاذ قبل شويه، ده الحقيقه الكلام اللي انت قلتيه ده كلام مفيد. يعني انا ما عندي علم بالفساد الموجود اللي انت بتتكلمي عنه ده. فساد في شنو ده؟ موضوع مهم. الفساد اصله موجود في البلد وما نكروه، هم ذاتهم ما نكروه، لكن كل يوم يقولوا لنا بكره نحن حنقدم المفسدين. والله ما عرفنا المفسدين منو، وحيقدمون 200 لغايه ما مشوا. فالمفسدين المفسدين من الليله ومن تاريخ قيام الثوره دي، الناس يجوا يقدموا. وما يكون يا جماعه الاتهام اتهام جزافي. اي شخص عاوز يقدم اتهام ضد شخص لانه فاسد لابد من ان تكون عنده الاسانيد القويه، الا يتهم هو بأنه هو بيضلل العدالة. فأنا أرجو من الإخوة أن يأخذوا حذرهم، أنه ما يتهموا الناس بالفساد أو يتهموا الناس بالاختلاسات أو التزوير إلا إذا تأكد تماما بأنه في فساد. ونحن عندنا علم بأنه في فساد، لكن ما عارفين الفاسدين منه. نحن عارفين الفاسدين منه، البشير والقطة السمان وآلهم وصحبهم معروفين. طيب أنا عندي سؤال إجرائي. الآن في كثير من الناس الفاسدين المفسدين المعروفين، الناس اللي ممكن يكون شاركوا في إصدار أوامر بقتل متظاهرين ولا يعني تعذيبهم ولا كده، إحنا كمواطنين عاديين شنو الإجراء القانوني الممكن نعمله عشان الناس اللي يظلوا في السجون لحد ما السلطة الانتقالية الحكومة المدنية تبدأ شغلها؟ يعني الآن أنا شايف لي كوز حرامي سارق وحايم، هل ممكن امشي افتح فيه بلاغ مثلا جنائي ولا كده؟ شنو الاجراء ممكن يتم؟ طيب انا زي ما قبل اتكلمت قلت لكم يا جماعه لابد من انه اي شخص متهم في او وجد في حرزه او في عياده اموال لابد من تقديمه بكره للعداله. انتوا رافعين شعار سلام حرية عدالة، العدالة دي يجب ان تحقق للمواطن وللمتهم ويجب ان تحقق للمجتمع. يعني المجتمع اذا ما وجد انه في عدالة مطبقة ما هيحترم الثورة دي.
العدالة انت لما تجي تحقق العدالة ما تقول والله العدالة دي حقيقة لمصلحة المواطن، لا لمصلحة الشخص المعين، لا لمصلحة المجتمع. كل المجتمع عاوز عدالة، المتهمين عاوزين عدالة. ولذلك انت عايز تتكلم تقول يظلوا في السجون، نحن ما عاوزينهم يظلوا في السجون، نحن عاوزينهم يتم محاكمتهم، بعد ذلك القضاء يوديهم وين؟ انت لا يمكن يوديهم في حتة ثانية غير السجون. يا اخوانا اللي داير يسأل سؤال ولا يعقب الأستاذ ممكن يجي بإجابة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أوجه سؤال للأستاذ، شكرا له على جيته. نحن سؤالنا بيختصر في الشرعية الثورية. نحن الثورة دي بدت من الانقلاب سنة 89، والشعب ده والشباب بالذات ومن كل الفئات دفعوا ثمن غالي جدا جدا، وتراكمات كثيرة من الدم والأرواح والأعمال دمرت والفساد اللي حصل. الليلة النضال ده توج بانتفاضة سبتمبر ديسمبر لحد ما وصلت أعلى مراحلها في 6 أبريل، ملايين البشر حول ميدان حول القيادة. فأنا سؤالي بيختصر في هل تجمع المهنيين أو الحرية والتغيير بالتجمعات السودانية وصلت إلى حدود 6 مليون تقريبا في اليوم في يوم من الأيام، هل نال الشرعية الثورية اللي بيستلم بها السلطة ولا ما يعني ولا ما نالها؟ لأنه إحنا الليلة شايفينه العساكر ديل بيلعبوا بينا وبيضيعوا بينا في زمن 30 سنة دار مرانا 60 سنة. أنا أفتكر إنه هل الكلام ده بيديح للتجمع للحرية والتغيير، إنه نسحب حول الغصن اللي هو السلطة بالسودان نستلم سلطتنا وخلي الناس نسحب بعد ذلك، لأنه ما بيلعبوا قولينا ناس لا يفهموا في القانون ومشاكلنا الحصة بالبلد دي العساكر ديلهم يحلوها. عندنا مشاكل في السياسة، عندنا مشاكل في الاقتصاد، عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل في نفسنا ذاته، في مماطلة رهيبة جدا جدا. نحن الليلة والنداء ده هنا من الجو وصلنا زين بوديه انه الحرية والتغيير تشكل حكومتها ونسحب رحو الغص يبطلوا الكلام ده، لأنه الليلة الثورة ده تنضرب من الداخل. شفتها ده الليلة ده نقص، شدوا حيلكم وقيفوا الوقفة المطلوبة منكم الجماهير اللي بيضحوا والأرواح التارت دي من سنة 89، سواء بالإعدام أو القتل في الشارع أو في السجون. شكرا يا أستاذ. مع الشرعية الثورية بس أنا أفتكر بأن الأخ يعني أجاب على سؤاله، لأنه طالب المواطنين بالتحرك، لأنك إذا أنت أنتوا أصلاً قمت بالثورة دي عشان يتم تنفيذ مطالبكم وكل مطالبكم. و نحن نعلم جيدا انه حراك الاخوه العسكر او الحكومه العسكريه الانتقاليه هي حراك بموجب قرار من الشباب ومن المتحركين ومن لذلك الشرعيه الثوريه لا زالت قائمه، والشرعية الثورية مستمرة إلى أن يتم تنفيذ. أما تنفيذ الأمور اللي أنت طلبتها دي فدي مسؤولية الحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها في الأيام القادمة. عليه نحن نطالب الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها أن تؤدي واجبها بهمة ونشاط وبحرية وديمقراطية واستقلال تام. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، سؤالي للأستاذ، ممكن التنفيذ يخلق قانون تشريعي؟ هلا أنا الحقيقة سؤالك يعني ما أعرف القانون التشريعي كيف، ما هو التنفيذ ذاته ما بقانون،
التنفيذ ذاته بقانون، لكن قانون تشريعي ده شنو يعني؟ هل تم تنفيذ ده؟ ده سؤال الحقيقه في الا توضحي لي بالضبط الموضوع شنو عشان انا اجاوب له وكذا عليه. ولك ممكن المنفذ يصدر قانون تشريعي، السلطه التنفيذيه وعلمه. الحقيقة أنا فهمت أنك أنت أنا قالك التنفيذ العادي يعني، لكن السلطة التنفيذية هي ما بتشرع، هي بتقدم مشروع مقترح منها تقدمه للنائب لوزارة العدل، وزارة العدل هي اللي بتضع المشروع وبترفعه للسلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية بترفعه للسلطة التشريعية، السلطة التشريعية إذا أجازت المشروع إذا أجازت القانون ممكن أن يستمر هذا القانون وبعد ذلك يوقع له رئيس الجمهورية إذا وافق رئيس الجمهورية. أما السلطة التنفيذية منفردة لا تستطيع على الإطلاق أن تصدر قانون أو تصدر تشريع منفرد ما لم يكون قائم على أسس قانونية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تحية جلة لسيد أخواننا الباحثين، وبشكر الأستاذ الكبير الأستاذ المحامي القانوني لتوضيح هذه اللقاء كانت مغيبة عننا تماما، وحقيقة لك التحية ولك التجلة وتحية الثورة السودانية العظيمة. نفتكر أنه قد تكون أعظم ثورة في تاريخ البشرية، والشعب السوداني شعب معلم. لكن نحن يا جماعة في زي ما قال السعر، نحن في اعتصامنا وزاوة وصابنا وحنصبها ليوم الدين إلى أن تتحقق مطالبنا لكن من هذا المنبر ويا أستاذنا القانوني يعني احنا دارين انك بنفسك وبصوتك وبصوت كل الثوار وإرادة الشعب السوداني نناشد المجلس الانتقالي العسكري. السودان كله الآن أمامكم وأمام القيادة، مرهون تحت إرادتكم بمطالبهم الخرجوا من أجلها وأزالوا الظلمة ونادوا بالعدالة. فما دارين نفهم ما لماذا المسألة مسرحيات وإطالة الوقت؟ ما المقصود منها؟ دارين مبرر ودارين توضيح. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا أعتقد أنه برضو السؤال زي ما قبلت قلت أنه هسه في حراك، في حراك من الأخوة في الحرية والتغيير وحراك من المجلس الانتقالي لله، لكن هذا الحراك طالما أصبح هسه الأمر في يد الجهتين دل أنا متأكد تماما أن الشباب حيدفعوا الجهتين دي لاستعجال الأمور. والحقيقة أنا داير أقول لك شيء، سعد زغلول قال نمشي بطيئا لنصل سريعا، نحن ما دايرين البطء اللي بيقوله سعد زغلول ده، لكن عاوزين الأمور تمشي بخطى أكد تماما بأن الخطوة دي سليمة. فالواحد يضع في الخطوة أنه يضع قبل أن يتأكد من أنه رجله دي بيخطبها خطوة سليمة. فنحن ما نستطيع أن نستعجل هذه الأمور إلا عن طريق الحراك المتحرك، والشباب ديل موجودين متحركين. ده أنا بفتكر بأنه هسه الأخوة المتواجدين الآن ديل مراقبين، والمرابط انت عارفه اذا ما تم تنفيذ اموره بتمشي، الامور بتمشي في ثاني. شكرا. طيب يا اخواننا نذكر انه المنبر بتاع مبادره الباحثين السودانيين منبر قومي، كل مواطن ومواطنه سودانيه عندك مظلمه عندك اي حاجه المنبر ده متاح للجميع، يعني ما عندنا اي نوع بتاع توجه بشكل محدد، المنبر ده للجميع. وحنستضيف هنا ده نحن أهالي الشهداء، حنستضيف هنا ده الناس اللي كانوا معتقلين أصحاب المظالم وكل والباحثين، وحيطرحوا الحلول بتاعتهم. نحن نقدم مبادرتين على المستوى القومي إن شاء الله،
وحنكون عايزين كل الناس يشتغلوا فيهم. المبادرة الأولى هي مبادرة تبني مؤسسة الباحثين السودانيين للإحصاء القومي السكاني 2019، لأنه في مشكلة بتاعة بيانات في السودان كله، وبالتالي بتمنع حدوث البحث العلمي وتقديم المشورة المفروضة عشان يتخذ عليها القرار في الدولة. المبادرة الثانية وهي إصلاح المدارس الحكومية، وحنحث أولياء الأمور إنه يشيلوا أبنائهم يدخلوهم من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية ويدعموا المدارس الحكومية، لأنه المدارس الحكومية لو أصلحت بنعجل من عملية إصلاح التعليم بصورة عامة. الكلام ده هيتم يا أخوانا في المنبر ده ومن الليلة ونحن ماشيين. احنا نشكر الأستاذ أبو العباس المحامي على إنه يعني أدانا محاضرة قيمة جدا ويعني ويتقدم بالبتاع. استمر النقاش إخوانا، الأسئلة نسرع شوية عشان الأستاذ ما يتعب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأخ الأستاذ، بس سؤالي كان مختصر سعيد. زي ما عارفين إحنا من مطالبنا عندنا 120 عضو من أعضاء الهيئة التشريعية حقت المجلس الانتقالي أو الانتقالية الشرعية الانتقالية. أنا بسأل عن الشرعية حقت المجلس ده، 120 نفر من أعضاء البرلمان لسه حاليا بيتكونوا، فهل عندهم من التوفيق او من الشرعيه ممكن يجوز لنا دستور دائم؟ وانت قلت هم انت ماشيين السلطه التشريعيه خلاص هم اللي حيكونوا مشرعين، فانت مجرد ما انت فوضتهم في يعني فوضتهم في شنو؟ فوضتهم في اصدار دستور دائم لابد من او دستور. احنا زي ما قلت لكم كلمه دائم دي ما دايرينها، احنا دستور للسودان، عشان لانه كلمه دائم دي دائما بتجيب وراء امور خفيه. فهم طالما مفاوضين فسلطاتهم متكامله في انهم يقوموا بوضع دستور للبلاد ان شاء الله. احنا اخوانا نعمل في بادة الباحثين السودانيين على رفع الوعي الثوري، مستفيدين من وجود الشباب والطلاب والباحثين والاباء والاخوان والاخوات والخالات في ميدان الاعتصام، اعتصام القياده العامه. فيا اخواننا عليكم الله، كلموا الناس التانين انه هنا ده في محاضرات توعويه ورفع الثقافه القانونيه، وده حاجه ممكن نستفيد منها. نعرف الفرق بين القانون والدستور، نعرف الفرق بين مشروع القانون، نعرف الـ 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 المسؤوليه بتاعت المشرعين، السلطه التنفيذيه، السلطه القضائيه، زي ما كان عنوان المحاضره الليله استقلال القضاء ووضع الدستور والى اخره. فالناس تجينا بجاي وتجينا طوال ان شاء الله. طبعا يا اخي نحيي مؤسسه مبادره الباحثين السودانيين على اعطانا هذه الفرصه. معكم محمد محجوب سيد احمد، عضو حزب الليبرالي، عضو حمله السودان المستقبل. طبعا انا ما جاي عشان اطرح شويه اسئله، لكن جاي اتناقش في شويه حاجات. منها الموضوع ذو الشيلون ده، الباحثين السودانيين، موضوع البحث العلمي بالمناسبة واحدة من الحاجات الممكن نقول عليها إنها فاصلة جدا في تاريخ الحديث السوداني، لأننا نحن عبر التاريخ بنعاني من شح في المعلومات، بنعاني في شح في المعلومات. كيف يعني؟ نحن هسي حاليا لو لاحظتوا حكومة الإنغاز دي 30 سنة، رغم إنها بتمتلك ترسانة من السلاح وكمية من الكوادر البشرية و و و و قدرت تستمر بيناتنا لسبب واحد بس، شح المعلومات الموفرة للناس كلهم. وأنا هسي قاعد أتكلم بمنطلق شنو؟ بمنطلق النظام الاقتصادي اللي أنا بتبناه، واللي هو النظام الرأسمالي، نظام السوق الاجتماعي وكده. الحكاية دي بتعتمد على شنو؟ انت ما ممكن تكون في السوق وما عارف انت حركة السوق والمعلومات الماشية في السوق شنو، صح ولا انا غلطان؟ انت ما عارف. انت اول حاجة لما انت خد رجلك في السوق كده بتقول يا اخوانا الحاجة بتقطع سريع شنو، صح؟ بتقول الحاجة اللي هي سوري والله انا بس كنت دار يعني انا دار اشيد بانه هو في الاساس عندنا مبادرة للباحثين. انا دار اشيد بالحاجه دي لانه الموضوع ده كروشال جدا جدا لان نحن في السودان. يعني نحن محتاجين دوله بتعتمد على المعلومه العلميه والمعلومه الاحصائيه. اذا نحن المفروض نحن نضع سؤال، هل نحن يا استاذنا
بما انه انا شايف الاسئله كلها مطروحه فيما يتعلق بالتشريع وما التشريع. عندنا حكايه الابحاث، عندنا الحكايه بتاعت الابحاث دي ودور الابحاث بتلقاها قطاع عام صح. نحن بنطالب، نحن كناس بالنادي بالسوق الحر والسوق الاجتماعي، بنبادي بانه يكون عندنا مؤسسات بحثيه مستقله. فالحكاية دي كيف يعني؟ هل نحن نبدأ بها في الدولة الانتقالية، ولا لما نحن إن شاء الله ننزل الانتخابات ونضعها عندنا نحن كبرنامج انتخابي؟ وشكرا. والله أنا بقول لك من الليلة أنت أبدأ، لأن شغلانة دي شغلانة مهمة جدا جدا ودور مهم، وده دورك أنت. هسه أنت ذلك باحث، طالما أنت عندك فهم بالمستوى ده أنت باحث في موضوع معين وأطرح مشاريع مشروع مكتوب أو تعال قدم محاضرة زي دي، فأنت جهدك مبذول، جهدك مبذول. طيب يا أخوانا نديكم خلفية سريعة عن مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين. هي مجموعة على الفيسبوك بدت ولها 10 سنوات، وهي تعتبر أول مجموعة في الوطن العربي والأفريقي فيها تجمع بتاع أكاديميين وباحثين على الفيسبوك. في خلال 10 سنوات دي نمت العضوية بتاعت المجموعة من 40 عضو إلى أكثر من 450,000 عضو. في آلاف من حملة الدكتوراه أعضاء في المجموعة، أساتذة جامعيين وباحثين في كبريات الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في كل العالم. إحنا ما مسجلين بموجب قوانين السودان، والسبب ممكن تكونوا عارفينه، إنه لا في حرية لا في سلام لا في عدالة. لذلك أن إحنا عندنا مصلحة أصيلة في إنه تكون في حكومة مدنية وفي حرية وفي سلام وفي عدالة، عشان نقدر نكون جسم فاعل داخل المجتمع السوداني. لكن عدم وجود الحرية والسلام والعدالة لم يمنع أعضاء المجموعة من الباحثين والأكاديميين من أنهم يقدموا للمجتمع بتاعهم. عندنا محاضرات أكاديمية مستمرة، عندنا سيمينارات على الإنترنت، وعندنا كتيبات إرشادية. يعني لما بدت ثورة ديسمبر المجيدة، الباحثين السودانيين أصدروا دليل إرشادي اسمه دليل الثائر السوداني، بتلقوا فيه كل التفاصيل، كيف تتجنب الكجر وكيف تتعامل مع البومبان، ولو في زول يتضرب جنبك وتلبس شنو، وكل اللي لو اعتقلوك لو المفروض ما تعمل. أسأل الآن بنعكف على إعداد دليل إرشادي للاعتصام، لأنه الاعتصام بتاعنا ده يا أخواننا اعتصام يضرب به والمثل يدرس. الثورة بتاعتنا بدأت سلمية ومستمرة سلمية، وإن شاء الله تحقق أهدافها للنهاية سلمية. المجموعة موجودة على الفيسبوك، رحب بكم كلكم تكونوا أعضاء، وإن شاء الله لما نسجل ونكون جسم يعني فاعل في المجتمع السوداني، رحب بكم برضو كأعضاء فاعلين، ورحب بكم في المنبر ده إنكم تقدموا محاضرات وإفادات ورأي، كلها متاحة لكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أستاذ، وشكرا لجلستك دي كلنا شباب وفي سنك دي انت قاعد معانا. أنا مداخلتي شعار الثورة حرية سلام عدالة، وأنا ما بقول ده شعار فضفاض، ما دار أكثر الكلام ده، رجلي حاجة معينة نقطة معينة فقط، ويمكن الناس غافلينها جدا. السلام والعدالة، ما السلام ما بيتحقق إلا برد المظالم، العدالة ما بتتحقق إلا يا مفسد يرجع، وحاجات كثيرة اتخربت. بتلقى بتاع الليمون فارج الليمون تحت، في ليمونة معفنة في الكوم تحت، بتشيل بتقول لها زول ما تخلد إنك ضمير، بقول لك فوق في ضمير. يعني العادات والمروءة اللي اتفقدت والحاجات ما بترجع بسهولة، دايرة زمن. بداية الحاجة المعروفة ومحسوسة، ما داير إن إحنا البلد ما بتقدر تاني زول شايل بالسلاح ضد البلد، اللي اضطرته مظالمه انه يشيل البندقية، ما دايرين بتاع مثلا الليمون خاط الليمون بتاعه فيه ليمونة معفنة تحت لانه فوق له الناس ما عندهم ضمير. الحاجات دي ما بتتم بسهولة. انا بزعل من حاجة واحدة، في صندوق بتاع رد مظالم، صندوق المعروف الناس بتجع فيه المظلمة بتاعتها، ايا كان الصندوق الكتروني او محسوس. القصد انا لو في مواطن تابع للمؤتمر الوطني او تابع للحكومه الفاتت عمل لي كارو من مال ما حقه في جهه معينه بتعرفه، الجهه المعينه دي حتبلغه، ما بقضيه من غير بلاغ وما بمحكمه من غير بلاغ. البلاغات بتتم وين؟ لو قالوا جهه معينه او
الكوادر بتاعت الثورة أو قيادات الثورة. أنا قاصد تحاسب الناس زي ما بتقدر تحاسبه لأنه ما في محاكمة من غير جريمة. الجريمة بنجيبها نحن، عامة الشعب، عامة الشعب عارفين المجرمين منو، عارفين اللي اختلس منو، عارفين الأكل منو. صندوق المظالم ده أيا كان إلكتروني أو حقيقي لا بد منه، ودي مداخلتي وجزاكم الله خير. أنا أفتكر بأن المقترح بتاعك ده مقترح يجب أن يتم تنفيذه فورا، هو أن يكون هنالك صندوق زي ما قلت أنت. هو طبعا هسه بقت الشغلات الإلكترونية دي أهم حاجة، عشان أنا هذا بتحمل. أنا أفتكر بأن مبادرتك دي مبادرة سليمة جدا جدا، وأن يكون في صندوق، وأنه بس أنا زي ما قلت قبل شوية أنه الناس يتأكد ما 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 ترمي الاتهام جزافا، لابد من أن يكون عندك تأكدت من الموضوع اللي أنت أو الجريمة اللي ارتكبت دي عندك لها مستندات أو أدلة أو شهود، لكن ما تقوم تدخل نفسك في متاع في أنك بتقدم بلاغ أو تقدم مظلمة وتكون ما عندها سند، لأنه إذا ما عندها سند بيكون عندك مشكلة تانية. فأنا بفتكر بأنه مقترحك ده يجب أن يتم تنفيذه فورا. يا أستاذ إحنا نطلب منك تجينا مرة تانية يعني في منصة الباحثين السودانيين، وإن شاء الله نبدأ في موضوع، لأنه الثقافة القانونية هي أهم حاجة في الدولة، دولة القانون مش كده، دولة سيادة قانونية. أخوان نحن نشكركم جدا، ونشكر قرابة 85 عضو من الباحثين السودانيين المتابعين معنا لايف واللاين، نسلم عليهم ونقول لهم شكرا جزيلا للمتابعة. نشكركم أنتم موجودين هنا، عندنا برنامج بتاع محاضرات تثقيفية وتوعوية هيكون مستمر من الآن لحد ما مطالبنا يتحقق. سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.